وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملوا عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. وطن الاقتصادية نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. في نشرة وطن الاقتصادية عبر شبكة وطن الإعلامية، وفي نشرتنا سنتناول أبرز الأخبار المحلية والعالمية، فدعونا نبدأ بأبرز عناوين النشرة. مبادرة لبنك القدس تنقل الأسر الفقيرة من حالة الاحتياج إلى الإنتاج. مجلس الوزراء يشكل فريقا لمتابعة إنجاز اتفاقية حول الغاز الفلسطيني مع مصر. وفي أخبارنا أيضا انطلاق فعاليات مهرجان قطف الزيتون في بيت لحم. في أولى أخبارنا، قال رئيس الوزراء محمد شتية إن الحكومة الفلسطينية ستشكل فريقا يضم عددا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني. أضاف شتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم في رام الله أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه يقومون بالتفاوض مع الأخوة في مصر الشقيقة لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، وأيضا بيتعود بالنفع على شعبنا. كانت أيضا وكالة الصحافة الفرنسية نشرت قبل أيام تقريرا قالت فيه بأن مصر تجري مباحثات مع الفلسطينيين ومع حكومة الاحتلال بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح لها تطوير حقل الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبل أكثر من عقدين قبالة سواحل قطاع غزة. أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مسابقة الزيت الذهبي التي تنظمها للعام 14 على التوالي بهدف المساهمة في رفع جودة الزيت الفلسطيني وزيادة القدرة التنافسية لتسويق زيت الزيتون الفلسطيني محليا وعالميا. أوضحت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم أن المسابقة تهدف إلى تحفيز المزارعين والمنتجين لرفع مستوى جودة الزيت الزيتون البكر الممتاز وتحسين وتطوير هذا المنتج في الأسواق المحلية والخارجية لمنح سلسلة الإنتاج فرصة أقوى للمنافسة من خلال تطبيق الممارسات الزراعية والإنتاجية الجيدة والتي تؤدي إلى تطوير جودة الزيت بعد استيفاء متطلبات المواصفات المحلية والدولية.
وفي ذات السياق انطلقت اليوم فعاليات مهرجان قطف الزيتون 22 في دير رهبات السالزيان الكرمزان في مدينة بيت جالة. أكد وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن أهمية مساندة المزارعين في موقع الدير كونه من المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال. تنضم إلينا عبر الهاتف مديرة الزراعة في بيت لحم سماح أبو هيكل، ولكن بعد قليل ابقوا معنا. سنحاول أن نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، حول فعاليات مهرجان قطف الزيتون موسم زيت الزيتون في محافظة بيت لحم. كيف هذا الموسم أيضا يواجه ويعزز هذا المهرجان من صمود المزارعين في وجه الاستيطان والتوسع الاستيطاني كونه من المناطق أيضا والمواقع المستهدفة دير سالزيان من المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال؟ بخصوص المسابقة الزيت الذهبي لعام 2022، تأتي هذه المسابقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ومجلس أيضا الزيت والزيتون الفلسطيني بتنظيم جائزة الزيتون الذهبية وبرعاية رعاية من مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتريد والإغاثة الزراعية واتحاد لجان العمل الزراعي وأيضا مركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى نقابة المهندسين الزراعيين وجامعة بيرزيت بمركز مختبرات الفحوص والمركز الفلسطيني للبحوث والتنمية الزراعية وأيضا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو. المحلية أيضا أظهرت بيانات وزارة المالية أن اقتطاعات الاحتلال من المقاصة بدعوى تسوية ديون شركات فلسطينية لصالح حكومة الاحتلال بلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 821 مليون شيكل. أوضحت البيانات أن المبلغ المقتطع بلغ مقداره 86% من إجمالي المتوقع اقتطاعه خلال السنة المالية من الموازنة والمقدرة ب 957 مليون شيكل. تقتطع سلطات الاحتلال شهريا ملايين الشواكل من المقاصة بدعوى أنها تسوية ديون فلسطينية منها فواتير المشافي والكهرباء والمياه. عقدت بورصة فلسطين أمس اجتماعاً ضم نخبة من العاملين في مجال الإعلام الاقتصادي بحضور رئيس مجلس إدارة البورصة سمير حليلة ومديرها العام نهاد كمال. شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً حول العديد من القضايا الهامة للنهوض بواقع قطاع الأوراق المالية الفلسطيني في ظل وجود صحافة اقتصادية مؤهلة وقادرة على القيام بنقل المعلومات بكل كفاءة وموضوعي
موضوعية أيضا. أبدى المشاركون تفاعلا واسعا خلال اللقاء مع الإشارة إلى ضرورة فتح قنوات التواصل بشكل أكبر لتسهيل الحصول على المعلومات وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تأهيل كوادر إعلامية متخصصة في الشأن الاقتصادي والعمل على إيجاد مناهج تعليمية واضحة في العديد من الجامعات الفلسطينية تختص بهذا النوع من الإعلام، إضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني وبالتالي سهولة الوصول إلى المعلومات وتسهيل تواصل وسائل الإعلام مع الشركات المدرجة، وأيضا نشر البيانات بشكل تفاعلي أكثر بحيث تكون سلسة في الفهم. شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة تبحث مسألة الخروج من بورصة فلسطين والتحول إلى شركة مساهمة خاصة، ومن المقرر أن تعقد دار الشفاء اجتماع هيئتها العامة غير العادي الأسبوع المقبل في مقرها ببيتونيا لبحث مجموعة من القضايا أبرزها التحول إلى شركة مساهمة عامة، ما يعني الخروج من السوق المالي، إضافة إلى بحث إصدار أسهم خزينة وأيضا إكمال رأس المال. وفي قطاع البنوك نفذ بنك القدس في إطار مسؤوليته المجتمعية مبادرة فرجت للعام الثاني على التوالي التي تهدف إلى تعزيز صمود العائلات الفقيرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. دعونا نتابع التقرير التالي. قصص نجاح عديدة سجلتها نساء ورجال ضمن مشاريع متناهية الصغار بدعم من بنك القدس في إطار مبادرة فرجت التي ينفذها البنك للعام الثاني على التوالي لتعزيز صمود العائلات الفقيرة. مبادرة فرجت أطلقها بنك القدس في العام الماضي خلال جائحة كورونا، وكان الهدف منها إطلاق مبادرة مستدامة لذوي الدخل المحدود ولكن عندهم إمكانيات مرتفعة من خلال مهارات في التطريز، مهارات في الحلاقة، مهارات في عمل الطبيخ البيتي. فكان هناك تعاون مع وزارة التنمية المجتمعية وبرنامج تمكين من خلال الوزارة، بحيث تم تخصيص مبلغ من قبل بنك القدس لمستفيدين من هذه المبادرة. المبادرة التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للأحد من الفقر وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، مكنت العائلات المستفيدة من الدعم من بناء وتعزيز مشاريعها الصغيرة وتطويرها. اليوم احنا ببنك القدس بنشكرهم كمان على نوع من المسؤوليه الاجتماعيه اللي دخلوا فينا ومولونا بعض مشاريع التمكين الاقتصادي لبعض الحالات المستهدفه من وزاره التنميه الاجتماعيه، بنقول لهم الف شكر. واكثر شيء اليوم عن جد بفرح الواحد انه يشوف في ناس قدرت فعلا انها بفضل مبلغ مالي بسيط وبفضل مواهبها البسيطه وبالفتره قدرت تطلع من فعلا بتطبيع عملي من الاحتياج للانتاج. مبادره فرجت تمثل نموذج مميز في الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل تمكين الفئات الفقيرة وتوجيه مصادر المسؤولية الاجتماعية إلى مسار مكافحة الفقر في فلسطين. ومعروف أن الفقر في فلسطين موجود وبنسب عالي، ويوجد عائلات وخصوصا العائلات التي ترأسها نساء بحاجة إلى فرصة. وفي إطار مسؤوليات بنك القدس المجتمعية استطاعت فرجت من نقل العائلات من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، وبعضها تمكن من تصدير منتجاته وتشغيل عدد من أفراد الأسرة فيها.
نواصل أخبارنا وحول مهرجان قطف الزيتون 22 في دير رهبات السالزيان. تنضم إلينا مرة أخرى مديرة مديرية زراعة محافظة بيت لحم السيدة سماح أبو هيكل. مساء الخير سيد سماح. يسعد مساكي ومساء جميع اللي بيسمعونا ومساء خاص دائما لمزارعينا الكرام وين ما كانوا. سيد سماح يعني لو تحطينا في صورة هذا المهرجان، تنظيم المهرجان، المشاركين فيه، وكل ذلك أكيد يعكس موسم قطف ثمار الزيتون في بيت لحم. أكيد طبعا بناء على قرار معالي وزير الزراعة، طبعا هو قرار سنوي يعلن بدء موسم قطف الزيتون. طبعا السنة كان القرار بالإعلان عن بدء موسم قطف الزيتون ب 13 الشهر، طبعا للأصناف النبالي المحسن والمروي يؤجل لبعد 10-11 لحتى احنا نحصل على أجود نوعية وأفضل كمية من زيت الزيتون. طبعا زيت بالنسبة للكبيس طبعا بلشنا من 15-9. نعم. طبعا كل ما تأخر معروف، كل ما تأخرنا كل ما كان كمية الزيت اللي احنا بنحصل عليها أفضل. فعالية اللي هي اليوم الوطني لقطف الزيتون كانت اليوم في محافظة بيت لحم، طبعا نفذناها تحت رعاية معالي وزير الزراعة وعطفة محافظة بيت لحم. نعم. بحضور مهيب وبحضور جدا كان رائع من جميع المؤسسات الأمنية والحكومية والأهلية، المراكز، المدارس. تم تنفيذه في دير رهبات السلزيان، طبعا تعرفي لحساسية المنطقة وأهميتها. اخترنا الموقع هناك وتم قطف الزيتون طبعا بالشراكة مع الجميع. كمان الفعالية اليوم هي بتجي ضمن فعالية مهرجان الزيتون اللي هو بالأساس رح يكون يوم السبت، الفعالية الأضخام اللي بتكون من خلال عرض المنتجات الزيتون وعرض المنتجات الزراعية لدعم طبعا السيدات ودعم الجمعيات ودعم المزارعين للزيتون لعرض منتجاتهم يوم السبت. إن شاء الله رح يكون في تحت المهد هو المهرجان يوم المهرجان، وممكن يكون امتد للأحد بناء طبعا على الظروف اللي موجودة بالبلد. إن شاء الله تمشي بخير وسلام إن شاء الله. طبعا بكرة رح يكون في ورشة تدريبية للمزارعين من خلال مديرية الزراعة طبعا في مركز السلام التابع لبلدية بيت لحم، للتعريف بكيفية التعامل الأصح لقطف الزيتون وعصره وكيفية حفظه. بعد بكرة الثلاثة رح يكون بعد بكرة الأربعة عفوا رح يكون في أيضا دورة أو تدريب للسيدات لطرق التصنيع الصحيحة كمان، ونختتمه طبعا يوم السبت بالمهرجان. طبعا خصوصية المنطقة كانت اليوم هي كثير كانت مشاركة رائعة، وكان كمان الموقع كان جدا رائع والحمد لله رب العالمين تم بسلام الحمد لله. لخصوصية المنطقة التي تم فيها إطلاق المهرجان دير رهبات السلزيان، يعني لو تحطينا في صورة المساحة الزراعية في هذه المنطقة، كمية الأشجار الزيتون اللي حتى المزارع يعني يلقى صعوبة أيضا في الوصول إليها كل عام. شوفي احنا اذا بدنا نحكي هلا منطقه الرهبات هناك تقريبا في 150 دنم منطقه الدير. اذا بدنا نحكي عن مساحه الزيتون في محافظه بيت لحم ككل، احنا بنحكي عن 32 الف دنم منهم تقريبا 26 الف مثمر. نحكي عن كمية الزيت هي مختلفة تماما، معدل الإنتاج للسنة للدنم مختلف تماما عن السنوات السابقة، حتى بكثة المحاصيل، حتى بمنتج العنب كان المعدل تقريبا متضاعف. عادة بتم تسجيل 80 كيلوغرام زيت للدنم، السنة رح يوصل إن شاء الله ل 150 كيلوغرام للدنم زيت زيتون من محصول الزيتون في الأراضي في منطقة في المنطقة كافة في المحافظات. أرقام مضاعفة هاي. السنة تقريبا مضاعف كمية الإنتاج أفضل، وإن شاء الله كمان كمية العصير للزيت مقابل الزيتون كمان إن شاء الله بتكون أفضل. نعم. طبعا باتباع الأساليب الصحيحة باتباع الإرشادات. نعم. إحنا دائما ندعو المزارعين لمتابعتنا، متابعة صفحتنا، متابعة مديريتنا للحصول على أفضل الطرق للمعاملات الزراعية للوصول لأفضل إنتاج وأفضل نوعية. نعم، شكرا جزيلا لك مديرة مديرية زراعة محافظة بيت لحم، كنت معنا عبر الهاتف السيدة سماح أبو هيكل.
وفي أخبارنا المحلية، شهدت بورصة فلسطين لهذا اليوم تداول حوالي 360 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت قرابة مليون دولار، نفذت من خلال 105 صفقات. ارتفع مؤشر القدس في نهاية الجلسة ليسجل 624 نقطة. بمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم، فقد أظهرت الشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فهي إيبك قرابة 1%، فلسطينية للكهرباء حوالي 0.5%، الاتصالات الفلسطينية أقل من 0.5%. أما الشركات الخمس أو الشركات الأكثر انخفاضاً، تقريباً خمس شركات في أسعار أسهمها، فهي المجموعة الأهلية للتأمين أكثر من 4%، وأيضاً نابكو يليها نابكو حوالي 2.5%، وأسهم كل من البنك القدس والبنك الوطني والبنك الإسلامي الفلسطيني وصلت أسهمها بحدود 0.5%. الأخبار المحلية إلى الأخبار الدولية. على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في واشنطن في الفترة من 10 حتى 14 من الشهر الجاري، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة مع البنك الدولي لتوفير مبلغ بقيمة 9 ملايين يورو كمساهمة أولية بين الاتحاد الأوروبي للصندوق الائتماني أحادي المنح المخصص لدعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني، وأيضا دعم صموده، وهو صندوق تم إنشاؤه حديثا، وستمول أموال الاتحاد الأوروبي أو ستمول تلك المشاريع مع البنك الدولي في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة بهدف تحسين بيئة الأعمال الفلسطينية. أعربت دول الخليج العربية عن دعمها لقرار الدول المشاركة في اتفاقية أوبك بلس في فيينا لخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وذلك بداية من نوفمبر أو بداية من الشهر القادم. وانتعشت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد الخسائر الأسبوعية العنيفة في الأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع أنباء عن تعافي الطلب في الصين تزامنا مع انخفاض الدولار الأمريكي، ما يقلل تكلفة شراء ونقل النفط على المستوردين. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% إلى مستويات حوالي 86 دولار للبرميل. أما بخصوص أسعار الذهب، ارتفعت أسعاره اليوم مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار، وذلك على الرغم من أن رفع السعر الفائدة الوشيك من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حد من جاذبية الذهب. ارتفعت العقود الفورية للذهب في حدود 10 دولارات إلى مستويات 1654 دولار للأونصة. هنا وصلنا إلى نهاية نشرة وطن الاقتصادية عبر شبكة وطن الإعلامية. كنت معكم منتهى خليل، دمتم في أمان الله. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.